نعم، ونتحدث الآن عن الجمعية اليمنية للفنون والتصميم تطلق حملة توعوية تحت شعار دارك أمانك. وأطلقت الجمعية اليمنية للفنون والتصميم حملة توعوية مجتمعية واسعة تحت شعار دارك أمانك على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الفائت في تمام الساعة 10 مساء. نعم، تهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد COVID-19. ونفذت الجمعية هذه الحملة بجهودها الذاتية من قبل أعضائها مساهمة في نشر الوعي، حيث تم تصميم أكثر من 180 بروشور وملصق توعوي متنوع الأحجام والأشكال يحمل معلومات صحيحة مستقاة من مصادرها الرسمية، وأيضا فلاشات موشن جرافيك مميزة وبنك تغريدات يحمل أكثر من 200 بوست توعوي تم نشرها ابتداء من تاريخ السبت 15 من مايو الماضي، أو يعني في خلال هذا الأسبوع، منصات الجمعية على منصات الجمعية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. سنتابع وإياكم هذا الفيديو التوعوي الذي هو من إنتاج الحملة، وأيضا سنتحدث مع مدير الحملة، ولكن بداية نتابع الفيديو التوعوي. نتابع. الجمعية اليمنية للفنون والتصميم تسعى مجتهدة مع أعضائها الكرام لتوعية المواطن اليمني من خلال التوصية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا واتباع الإرشادات الطبية والنصيحة بالمكوث في المنزل حرصاً على سلامة الجميع. إليكم بعض النصائح المهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. استعمل الكمامة والقفاز في حال ظهرت فيك بعض الأعراض. تسوق في الأوقات الغير مزدحمة. تجنب لمس وجهك أثناء التسوق. احرص على تعقيم مقابض عربات التسوق بالمناديل المعقمة. عقم يديك قبل وبعد التسوق. ابتعد عن التجمعات. اجعل هناك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن متر. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه، ولا تنسى دارك أمانك. نعم، ودارك أكيد أمانك مشاهدنا الكريم. وللمزيد سينضم معنا عبر السكايب مدير الحملة الأستاذ صادق المسوري لتطلعنا أكثر عن تفاصيل كنا قد تحدثنا فيها قبل قليل عن فكرة الحملة ومتى انطلقت أو أطلقت ولماذا، ولكن حنعرف منك إذن أستاذ تفاصيل أكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حوالك أخواتي مباركة؟ علينا وعليكم، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا أخواتي مباركة على الجميع إن شاء الله. الجميع. بداية يمكن السؤال الأهم أستاذ، ما مدى تجاوب الناس مع هذه الحملة اللي أطلقتوها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحملة لقت تجاوب ورواج كبير في منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، لأنه تقريبا أكثر اليمنيين متواجدين على الفيسبوك. نعم. ايضا تناقلت بشكل كبير على مستوى الواتساب بين الاشخاص، وكان صداها واسع سواء في ايضا في التغطيات من جانب جميل الصحف، وذكرت هذا الشيء ونشر ايضا في اكثر من جهه. جميل. نعم، طيب من اين يعني بداتم في هذه الحمله، يعني كيف جاءت الفكره لانشاء هذه الحمله التوعويه؟ الفكره اولا قبل كل شيء هي تنبع انه من اهتمام المصممين بشكل عام والجمعية من الفن والتصميم بنشر الوعي والثقافة في المجتمع. وبدأت انطلقت الفكرة أنه عند حدوث أول إصابة في اليمن تقريبا في حضرموت، جاءت الفكرة وجلسنا عليها مع أعضاء الجمعية المنية جميعا واشتغلوا بجهود كبيرة جدا، وبدأنا إطلاقها تقريبا في يوم 15 مايو. الهدف الرئيسي طبعا من الحملة هو نشر الوعي بمخاطر الفيروس. نعم. طيب يعني أستاذ صادق، هل ما زالت الحملة مستمرة ولا خلصت ولا إيش ناويين تعملوا خلال الأيام القادمة؟ لا، الحملة طبعا مستمرة حاليا، تقريبا بالنسبة للتصاميم أكثر من 350 تصميم وعدد من الموشن جرافيك مو واحد فقط اللي نشر عبركم، أيضا في أكثر من موشن جرافيك، وحاليا في تصاميم تتجهز بمناسبة أيضا العيد ومخاطر كورونا في العيد والعادات اللي حاصلة في العيد. أيضا الحملة إن شاء الله راح تكون مستمرة أكثر من شهر. نعم، جميل، يعطيكم العافية. أنا كنت حابة أيضا أسألك ما نوع الموشن جرافيك، أنا لي شوية في الموشن جرافيك ولكن مش هذه الخبرة الكبيرة، ولكن أقصد أقول لك أنه هذا الشغل متعب جدا ويأخذ وقت طويل جدا وساعات طويلة جدا حتى في الفكرة نفسها، في تجهيز الرسومات وبعدين في تحريكها، فيعني من بيدفع المقابل اللي بيشتغل التصاميم؟ كله تطوعي مجاني؟ طبعا الجهود اغلب الجهود كلها بشكل عام 100% جهود توعويه
اقصد مجانيه من قبل اعضاء الجمعيه يا اليمنيه سلام، للتصميم، كلها جهود ذاتيه ودون اي مقابل طبعا، وهذه يعطيكم ألف ايضا عافية. اثراء الى جهود الشباب اليمني في خدمه وطنه ومجتمعه ايضا. نعم، كم عدد المشاركين في هذه الحملة من الشباب يعني؟ تقريبا اكثر من 30 الى 35 مصمم، والعدد في تزايد، والبقيه ما شاء الله التواصل بالنسبه للتصاميم الى هذه اللحظه ايضا. جميل، صادق، ما هو الذي جمعكم مع بعض؟ 35 مصمم وأنت وأيضاً غيركم من الفريق اللي بتتعاونوا على هذا الشغل، ما الذي جمعكم مع بعض؟ جمعنا هو أولاً واجبنا تجاه وطننا وحبنا للوطن، هذا هو أهم ما جمعنا. يعطيكم ألف عافية، يا سلام عليكم، الله يجزيكم الخير. لماذا اخترتم طيب مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هذه الحملة يعني أستاذ صادق؟ تقريبا وسائل التواصل الاجتماعي هي الان اكثر سهوله واكثر انتشار وتوصل الى الناس بشكل اسرع، واضافه الى ذلك انها تقريبا اغلب اليمنيين حاليا متواجدين مثلا على الفيسبوك على تويتر، وسهولتها تكون سهوله وصول المعلومه يعني او التوعيه افضل من انه تطبع بروشورات او تنزل على اعلانات في الشوارع وغيرها. إلى جانب أنه الآن صار الواتساب يمكن بيجمع كل الناس اللي عندهم تصاميم حلوة، فيديوهات كويسة، والشغل اللي أنتم اشتغلتوه لما نحس أنه شباب يمنيين اشتغلوا هذا الشغل اللي شفناه الآن قبل شوي إحنا والمشاهدين طلع معنا، شغل ما بنشوفوش إلا في قنوات كبيرة، وقنوات بتشتغل معاها ضخ ومعاها يعني ميزانيات كبيرة عشان هذا العمل، فوالله العظيم يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، الله يوفقكم أخي صادق، وإن شاء الله يا رب أنه نتواصل خلال الأيام القادمة، أي مشاريع تكون موجودة عندكم إن شاء الله حتطلقوها أو استمراركم فيها، العيد فلاشات جديدة إن شاء الله نعرضها معنا في أي وقت. يعطيكم ألف عافية أخي صادق. الله يعافيك، وشكرا لكم على الاستضافة وعلى اللفتة الكريمة أيضا هذه، وهي فرصة أيضا أنه نوجهها لبقية الفنانين سواء في كل المجالات ومشاهير نعم. وبالنسبة للمثقفين وغيرهم انهم يساهموا معنا في نشر بالتأكيد الوعي ونشر النصائح بالنسبة لغير الكتب. نعم، هي مسؤولية مشتركة الآن لإنقاذ اليمن وإنقاذ جميع المواطنين من هذا الوباء ومن هذا الفيروس. إذا كل الشكر لك مرة أخرى، ويعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بألف خير أيضا. وأنتم بألف خير وصحة، شكرا لكم مرة. شكرا جزيلا.